لا أنا أكيد أقول أكيد أنا داومت بيف كتبي بس داومت؟ هاي بيف كتبي بس وراح صرت المدرسة؟ ما بايدني صفك شوية كم؟ يمكن واحد الصف علي شت بس علي صح قال لي بروح ياخذ كتب عرفت اتصل قلت له علي في كتب بالحق انا نفسي خضيت
ورجعت صح؟ أول ما غضيت قتل أبوي، قال لي خل أختك تطلعك، مدري أو أخوك يعني. كلمت أختي، كلمت الدريور وطلعت. وأنا رجعت الساعة 11:30 أمس، طلعت من المدرسة. فيصل بدعمكم مع أطفالكم. ترى فيصل يجي. حط حمود ايش حاطين شي بس؟ ما اعرف بعد كفن. على الاقل لو حاول. فجأة احنا في الحرف خططنا ما ادري والله. انا مسحت الثاني. جبت النجمة مالتك. والاول ما قدرت له والله. الاول عادي الاول. الاول وايد قوي عن شكله. كيف حاط؟ لما هجمت اول هجمة ما ركبت نجمتين. انا حمار بعد لو فكرت اني اجيب اهجم عليه جوي كان احسن. يا اخي انا القرنفا لما القول ما راح ادخل في المدينه لا راح ادخل على اليمين. انا قلت متى بهجم في الها بالتنانين لما اطورهم. الحين انتظر الارشب باقي له 4 ساعات على طول بطور التنين ليفل 4. بيكون وايد قوي التنين ليفل 4. الحين ما اعرف اطور في قاعد اطور قنابل الحين. انا اشوف اللي يركب الخنزير هذا مع السوق هذا بطور له من الاثنين. انا الحين هوك رايدر ما اعرف. انا حاليا ما اعرف شو اسوي. هوك رايدر صح صوتي يقهر شيء. لا صوته حلو. لا في كريس راين يعطيك هوك رايدر يقهر شوي يعني يحشر ابوي. في مره حطيت صوت عالي ممكن تنتبه هوك رايدر. انا صمخت يا ريا يا لي شل الاطفال في اذني. يا اخي عبد الله غشاش ما يستوي هيك. اوكي خلاص سامحتك سامحتك. شوف كيف اعطي عزيز كوليدر وانا دعم اكثر عنه. انا دعم اكثر واحد في الكلان. انتظر هدي دعم بس قال لي 350. انت شاهد انا بالقائد بوصل 500. ينهو التنسين. شو 350؟ لا تدعم. انا كم دعمت ما بين خلاص يلا زيد دعم لي بس. احلى شيء تدعم وزر اصلا أرضي جوي دمج ودمج عالي بعد فنين فنين. شوف وايدين مع بعض قوي. أفكر أطلع سكيلتن سفل بس أحسها مجعدفة. قوي والله قوي. يا أخي مشكلة بيوقف عندي هالسرعة. ليش؟ لأني بقعد أطور ها السفل وبعد يمكن ما أقدر أطور التنين بعد فعشان شي باكل زق. أنتظر. بهجم الحين. حي الله بالقرية الكيوتية. خلنا نجم عليك. ما في حد في الكلام. لا لا يا الفاركري قوية. أنت إله يا الفاركري. I'm Groot. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ جاز مرة واحدة. ايش فيه؟ ايش
نعم يا الجانج انت ما اشتغل. نعم شو اشتغل اقول لك وخاني كسرت في راسك الحين. ما ببرك ما دامك ما ترد علي. قلت لك نعم شو تبغى؟ نعم دينجر. لا مش انت مش انت. عارف انك ما تكلم. يلا باقي شوي بقدر اطور ها شو اسمه؟ المورتر بطور واحد. بس يا اخي 5 ايام وايد يطول يا اخي مسخرة والله. ايه. والله العظيم شو ها؟ ايش شي؟ يا اخي قوي هو. بيزيد 10 بيزيد 10 يعني شيء اوكي. بدات حق دمج. والله عظيم زهيت. تدري؟ فراسي خط الجهنمية. تعرف شو احلى شيء في كول اوف ديوتي؟ ها زهيت؟ تعرف شو احلى شيء في كول اوف ديوتي؟ انه في نفس القاعة عادي تغير سلاحك يعني مثلا تبي تحط قنبلة تقدر. تقدر تغير ايه. احسن قبل. الحين انا بحط كليمور ها عشان واحد يا يا الحين حطيت اي واحد يحاول يغدر فيني في قنبله تكون لاصقه على الارض بينفجر اسمه كليمور. اه عرفتها يمكن هي الفليزر. ايه والله فنان يا اخي كل وجود هذه. بس انا سحبت عليها ان كيف وايد العب قمت العب مشكلة في الصين ما في لعبة وايد ما في لعبة وايد العب حلوة تلعبها. ايه كلك صح بس اني انا اعمل بسرعة هاي مشكلة. هذا ذبحنا يا ابو حبسني فوق مرة. اذا جيت صلعت تدخل واحد يقول عندي لعبة حلوة جربها. لا وايد حلوة يعني ايش اللعبة كنت تلعبها قبل كل منها وتسحب عليها يعني. هاي عادات تقاليد الجيمر شو في كده. بك يا هيرا اخ علق فراس يا اخوي الحين شوف شغل خطرات انا ما احب تعرف شو احلى شيء في كل وجودي زيود شو انك تقدر تعرف وينهم كلهم طريقه وين؟ شوف الاماكن فاضيه روح لها بتحصل الناس الحين اللي سويته قبل شوي ذبحت اثنين من ورا يعني يعني ويك اب يا هيرا ت
تربل كل حبيبي. لا لا حيوان. ابوك وابو ابوك. ابوك ابو ابوك. We need eyes in the sky. ايو ايو ايو. قول حق عبد الله بخلص جيمي وبرسلها. حتى انا ارسل لي. قولها قولها. انا بعد انت بعد؟ لانه الحين لما ادخل جيم كلف ديوتي يطول لما احمل. شوف الخايس كيف معه. دخل دخل عبد الله. كم تدفع؟ شو؟ كم تدفع؟ ايه انا في البيت. كم تدفع؟ لا والله مو بالبيع. تبينا؟ محمد دخل دخل دخل. تبينا؟ كم 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 انت كم عندك يعني فلوس؟ شو رايك انت بس؟ خلاص يا اختي. هي بخير بخير. ها عبد الله شو مشكلة الريال الحلول قاعد يكلم بنات؟ هذا قليل ادب. وين ابوك؟ وين ابوك؟ عبد الله قول 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 حق حق اذان اذان. انا حاطه مغاري يا ريع. بس شي خوفه خوفه. الساعة 12 ترى شيء ونص صلاة. لا تطلع عبد الله لا تطلع. فازلين فازلين. شفت المدرسة؟ ايه جبت كتبي ورديت. شوف قلت لك. حيدري بيصرفني الخايس. ايش قال؟ من عيونه قال لي شوي وبيك. سالي نص ساعة انتظره. خير يلعن تصريفه واضحه. اقول لك خلصت الفصحى وانا بعدي. قال لي بعدك. قلت له ايوه ابا كتبي يبيك تروح غصب والله. ايه اقول لك تصريفه واضحه. اقول لك والله ما اروح انا حبيبي فنجع. قعدت هناك لقيت لي كرسي حطيت كرسي يمي جلست قعدت انتظره. والله ضايع انا تريح اروح. عبد الله بعدك وتر. انت اكيد بتريح. والله حتى لو ما قاعد ترايا بقعد. ما ادري شو بابا. ها؟ ما طلعتك. زيود. بعد الحرب عطني شي يومين اوكي؟ قول حق عبد الله يوقف يومين عن الحرب. غبي على طول بيبدا الحرب. مكانه مكانه. انا طلعت. لا مش انت. بكتب انا فكرة. انا طلعت انا طلعت. بس اني انا طلعت المهم. نسل زاي؟ يعني. كمل كمل. زيد تدخل كلاش كلان تشوف انت بتطوره ما انت بتطوره. انا بدخل قريتك. انا طورت كل شيء في اللعبه. تي طورت بس باقي لا البيت. طور جدران زين تصير قوي. ما عندي فلوس باكر الصبح بوصل. ايه عارف حاول يعني.
زين تطوير الجنود اطور عبد الله ترى عندي بس يوصل فلوسي اطور زيد على طول اطور لا لا زيد والله ما عرفتك شو تشكيلتك اقول لك زيد ترى كم الحين انت اوكي لما تسوي تسعة وتحط لما تسوي تسعة وتسوي كل شيء شيل قريتي مال قريتي عشان ما يوصل ال شو اسمه ما يوصل عند البيت بسهولة حتى يسوي زلزال انا ما منيع يا ريال لازم تمر تشق طريقك كم اكسبو كم اكسبو صبر اهلين مليونين الاكسبو بعد خلاص هاجم الرقم ثلاثة شاور شتي بس زينة شاور شتي بس هم تبي دعم ايه انا والله بس فنان اي شيء يمك يا اخي عطت سكرت بيك بس يدك اوه محمد اي مس يو ايه صح صح صدقتك مثل عند الحين قاعد تكلمهم قبل شوي ها تفك ما عبد الله زيد هجم هجم برسل لك جنود تبع هجم؟ ايه سويت حادث لا فل كنت ارسل اعطيتك فالكري انا عجبك محمد كم احتفظتكم؟ احنا ستة يا ريال امزح تسعة دوافير انا ابو زيد رحت المدرسة؟ لا انا روحت صفى في واحد فاسدين لا لا امس صلي قول زويد زويد انا قبل ما اطلع شفت قاعد قردن الاستاذ انا ابو شغل مصلحة والله ايه الله صح زيوت صح علي صح والله ايوه قاعد عند الاستاذ عند مكتبه وقاعد يلعب بالكمبيوتر زين استاذ شو اخبارك؟ يخرب بيتك الاستاذ يبغى مساحة وسع سلامك خاخت وسرت شو هذا؟ الو اوه بنات شحالك؟ تمام ما ينفع صح نيجي ما ينفع صح والله والله حس ما يبين صوتي يبين والله اعوذ بالله زيون طلعت من باب لقيت صاروخ فوي والله في الحين ابو الدواعي خيل والله صورك الاخطر والله تضحك علي زيوتي الحين بس طبعا ما بطلع الاصوات في خروف قاعد يتكلم عرفت شو؟ وياك؟ دوام شو؟ دوام؟ منو دوام هذا؟ دوام ماشي دوام اليوم غابينا ماشي دوام اليوم غابينا غابينا اليوم غابينا بيبي شو؟ شو؟ طب تدخل خلا عبد الله كبير شوي عرفت عبد الله انت كبير شوي ها انا سؤال مركبه سماعه الحمد لله الحمد لله انا اسمع صدر اسمع صدر ما مركب سماعه اقول لك عبد الله فطر زين صح يا رب يسمعك طيب الستر زين صح؟ وش تقولون انتو؟ خلك 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 مع الحب مالتك هذه قاعد تسولف معاه روح روح كمل كمل يا الخروف يا الخروف الو الو ايش صوتك بعد؟ ماشي ماشي كم عمرك جيتي؟ ايه
والله حمد ربنا مو انا اتكلم كان فصلت عليه والله الثلاثينيات شوها وش اللغة العربية في خطر يا ريال بتلطانه هاي ولا الثلاث ثلاثين قصري لا لا كبري خمس 16 محمد اهجم ويان محمد اهجم بسأل فيصل اول عشان ما يزعل تسأل فيصل اول عشان ما يزعل بيكون ما هجم ولا مرة فاضي يعني تصلي كل سكول انت مدرسة هجم ولا هجم خلاص ويلا براغبك انا يلا صدق والله تبي تهجم خلاص يقدر يهجم عليه ترى بس ما بيجيب نجوم مو نجم مو نجم اول كيفك انا وين انا في البيت تي يوصل مكان فنان تي وصل البيت انت كان المفروض تسوي كيف سكوت اول يوم ما تبدا كيف بس مكان عبد الله صار بيته هذا وروح وين شعبيتكم فاضي لك اني شاب عليه يا كلب ها عندك يا زيد انت لا You can beat him. حط حق الفاركي 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 عط ميل. حطيت. لا ثاني ثاني قدام قدام. من مش يرد النوك. حطه في نص عند ايوه. اوكي ما كتبها هني بس اوكي اهم شيء هيلون. يلا يلا. خلاص ثلاث نجوم ان شاء الله. لا لا ما لي خلق والله. تشكيله فنانه صح؟ ما عندي موتر. شفت كيف الدب هذاك؟ الجولم؟ اذا قلت حمود. ايش كيف الارجر قوية؟ هاي عارف اتصدى اي حصاية خيبها ذاك الدب كيف متحمل اروح بس جعناد اروح اوه فزنا فزنا اروح كان هجمة حلوة تهجم مسحت كل شيء دخلت على طول محمد يقول اني شعبيتهم فيصل فيصل يقدر يهجم على الاخيرة ثلاث نجوم قاعدين طبعا اخي كلكم بنات بسك عبد الله بسك خلفي شوط ثاني يا اخي عبد الله سمعت هاي 30 جاد 30 جادة قول يا اخي يا دواعش يا الله دواعش والله عبد الله ما قص عليك داخل توي بطلع من الباب بطلع من البيت زين بطلت الباب لقيت صاروخ فوقي والله العظيم والله العظيم انا الحين بسيب الفيديو برسل لكم شو كيف لقيت خراني الو اهلين هلا شو؟ اوكي دقيقة دقيقة بتسكر فوقك هلا هلا اهلين اهلين تمام احشد تمام سنك من قايق قاعد تقول تمام 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 ما عندي والله يا ريت عندي بس ما ادري حب الكيوتين بري قرر احب الكيوتين لا والله عندنا واحد مطفر لنا ابي هاي ليش بعد التشيلينا يضرب عمره سنة تقريبا سنة ونص ايه اوه يعبط بعد خيبة فار هذي شو والله انا بيخليك تطلعين من طورة شاء ما اسمها ماله والله واذا جبته طيب بس تحدي بدل ما بعطيك اللي تبينه اوكي 55 درهم حق بس بعد
ايفون اكس بعد جديد توه. اه اوكي ايفون اكس اوكي. ايه من بتبيع 200 حلاوة ان شاء الله بي كم بي زين. لا لا واحد بس 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 تسأل عن عمر بس شو؟ ليلى يعني خالتي والله ما شاء الله. متزوجة بعد ولا؟ متزوجة؟ بس تضحك بتخسرها صدقني. صدقني اقول لك. شو شو عم بعمل؟ لا تضحك بتخسرها صدقني. شو ما في 23 حتى لو. اهلين اهلين. بتقعد عمرك 23؟ يبين 30. ما تفصل عليك عبد الله اسكت لا تفتح مواضيع العمر يا اخي كم مره بقى اعلم فيك فاشل فضحنا فضحنا كم تعطيني؟ لا كبرتني وايد مو بوايد يعني كم سنه يعني؟ قول 14 خلاص لا 16 محمد عمره 16 بتربيك والله والله 16 مو بشرط والله صفرة تعرفين كم واحد بس؟ كم؟ أربعة أي مدرسة؟ سمارية سمارية لو تعرفينها بعد من وين؟ من ابو ظبي بالمدرسة شلون؟ اه دقيقة دقيقة ما ادري ايش صوته يقهر شوي بتربيني والله ما حد قالك تتوسع تقول عمي ايش ما حد قالك تبطل تسولف العمر انت بزوع بتاكلك وبتشربك بعد لا لازم نسلم بتلبسك المرضاعة ها من يهال تحطك ربت بنت خالتها ومدمنون خلاص عبد الله مستقبلك صراحه عبد الله مستقبلك هات بطل سوالف العمر يا ابن الحلال كم مره بنعلمك شا زيد زيد علم علم اقول 16 عمري ها ايه حلفه بيضة عادي هذا ما يأثر الحلف عندي بريال اقول انا اني انا صدمت انا قاعد والله شكيت من نفسي ممكن 16 قلت انا دقيقه كم عمري قاعد تحسب والله والله ما شفني سكت قاعد احاول احسب اقول دقيقه كم عمري انا قعدت احاول احسب